الراديو 90 هواها مصري. أهلا بيكم، النهاردة حلقة مسك الختام من برنامج الأسطورة. احنا السنة اللي فاتت في رمضان من العام الماضي قدمنا 30 قصة لقصص أبطالنا الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة، ولاقت بصراحة استحسان ورد فعل كبير من حضراتكم، فحبينا ان احنا نعمل الجزء الثاني في رمضان هذا العام. وللأمانة يعني عدد الشهداء يستحقوا حلقات وحلقات، بس هي ظروف الشهر اللي هم 30 حلقة. كان هدفي وانا بحكي لحضراتكم طوال ايام شهر رمضان المعظم، كان هدفي حاجتين بصراحة. الحاجة الاولى ان احنا نخلد ذكرى الشهداء دول، نحكي لكم قصص انتم ما كنتوش تعرفوها. عايز اقول لكم انا وفريق الاعداد تعبنا جدا عشان نجمع المعلومات دي، يعني كانت الحلقة وحدها كتابتها بتاخد ما لا يقل عن 4 ساعات، لان مفيش قصص منشورة كاملة كده عن حياة كل شهيد. ودي نداء بقوله للمعنيين بالأمر، أتمنى أن احنا نخلد قصص حياة شهدائنا في كتاب مذكور فيه كل الأبطال دول. الهدف الثاني أن أنا كنت ببعت رسالة لشبابنا، لولادي وولادك، أن يا شباب لكم قدوة بالمناسبة، وأن القدوة مش تايهة أبدا، وأن في شباب في سنكم في العشرينات من عمرهم ضحوا بأرواحهم عشان البلد دي تكمل مسيرتها وعلشان انتوا تعيشوا في أمان. القدوة النهاردة كانت من هؤلاء الشهداء. هو في أغلى من روحك تضحي بيها؟ بتضحي بيها علشان ايه؟ علشان وطنك. والوطن ايه هو؟ أنا وانت. يبقى دول ضحوا بأرواحنا بأرواحهم عشان أنا وانت. إذن دي الحلقة الختامية من برنامج الأسطورة اللي قدمنا فيها نماذج من أسماء أبطالنا الشهداء. الحرب على الإرهاب سقط فيها عدد كبير من المصريين، سواء مدنيين أو عسكريين من رجال الجيش والشرطة البواسل، بنحسبهم كلهم شهداء عند ربهم يرزقون، لأنهم قتلوا غدر بغير ذنب ولا جريرة. ذنبهم إنهم دفعوا عن الأرض والعرض، دفعوا عن دينهم ضد خوارج العصر، ضد كلاب جهنم بيتجروا بيه ويحلوه من دين، بيحولوا ديننا الإسلامي من دين رحمة لدين قتل وعنف وإرهاب. قائمة الأسماء الأبطال الشهداء اللي خلدناهم في برنامج الأسطورة السنة اللي فاتت والسنة دي، ده مجرد جزء من قائمة مختصرة، زي ما بيقولوا فيض من غيض، جزء من الكل، لكن كل شهيد فيهم لقصة وموضوع. بعضهم طرحنا قصته لعبرة معينة في حياته. في الحلقة الختامية دي عايز أكلمكم عن 10 ملاحظات لموسمين من برنامج الأسطورة. طرحنا فيها قصص بطولة لحوالي 59 بطل وشهيد. أول حاجة، ليه سمينا البرنامج ده الأسطورة؟ سميناه الأسطورة لأننا أدركنا إن مفيش قدوة ممكن نقدمها لشبابنا أكتر من قصص شباب زيهم قدموا أرواحهم طواعية علشان خاطر مجموعة قيم ومفاهيم مهمة جدا في حياتنا. قدموا حياتهم علشان الوطن، علشان الأمن، علشان قيمة الحرية وصون الأرض والعرض وحماية الدين الإسلامي من التشويه. عشان كده اعتبرنا الشهداء دول أساطير يستاهلوا نذكر أسمائهم بطل بطل. رجعت لكم بعد الفاصل في الحلقة الختامية من برنامج الأسطورة واللي عندنا فيهم ملاحظات. تاني حاجة، احنا اكتشفنا ان المصريين ربما مش عارفين ولا مصدقين ان في حرب حقيقية دايرة على ارض مصر، هي الحرب على الارهاب، ففكرنا ان احنا نقدم قصص الشهداء بالوصف اللي نقدر نوصله للمستمعين من خلال الراديو، يفهمهم يعني ايه حرب، يعني ايه تضحيات. ملاحظة كمان، ان الخدمة على خط النار او على الجبهة كانت الهدف المعلن لكل الشهداء، كانوا بيطلبوا النقل للخدمة في رفح
والشيخ زويد والعريش وكل المناطق اللي فيها مواجهة مباشرة ضد الإرهابيين. وحديث التخرج اللي اتخرجوا من الكليات العسكرية طلبوا انهم يروحوا الجبهة مباشرة. مفيش واحد منهم دور على واسطة تنقله من أرض المعارك لأي مكان تاني، بل اللي بيحصل كان العكس. رابع حاجة، سبحان الله، وإحنا بنجمع قصص الأساطير من شباب مصر الشهداء لقينا أن معظم الشهداء لو مش كلهم كانوا حاسين أن لحظة استشهادهم قربت. فيهم اللي قدم فرحه، واللي خلى زوجته تولد بدري أسبوعين، واللي اشترى مدفنه قبل وفاته بكم يوم، ومنهم اللي كتب وصيته. لكن رغم كل ده ولا بطل من أبطالنا تراجع عن خطوته. خامس ملاحظة، إن قائمة الشهداء اللي قدمناهم بتضم كل شباب مصر، من أول المجندين اللي بيقضوا خدمة سنة ولا سنتين وخارجين، لحد القيادات العليا لغاية رتبة العميد. وإن ابن الغني استشهد زي ابن الفقير، وابن القيادة العسكرية كان بيخدم جنبه المتطوع في الجيش، والاتنين قصص استشهادهم كلها بطولة وفداء. وده لأن الرجولة ما تعرفش غني من فقير ولا بتعترف بالرتب. كمان ملاحظة، إن الحالات اللي كان فيها شهيد بيضحي بحياته علشان حياة زمايله في وحدته العسكرية برضو ما فيهاش رتب. في عساكر ضحوا بحياتهم عشان قيادتهم، وفي قيادات ضحوا بأرواحهم علشان المجندين اللي بيخدموا معاهم. مفيش يا أخوانا في الرجولة مين رتبته أقل نضحي بيه، واللي بيقدر يعمل حاجة بيعملها علشان مصر. صحيح الموت بيختار، مفيش شخص واحد من الشهداء اللي قدمنا قصصهم إلا وسمعنا عن أخلاقهم وطباعهم وحنيتهم وطيبتهم كلام مذهل، كأنهم كانوا فعلا ضيوف على الدنيا دي جايين في مهمة ومشيين. ملاحظة كمان، هي فكرة الطار وفكرة إنه كل شهيد بيسلم الراية لشهيد من بعده. وسط القصص اللي قدمناها كان في ملاحم عظيمة لضباط وجنود كانت خدمتهم بعيدة عن المعارك، لكنهم طلبوا نقلهم للمواجهة عشان حاجة من الاتنين، إما إنهم ياخدوا الطار لزمايلهم أو إنهم يستشهدوا زيه. حصل ده من الشهيد الأسطورة أحمد المنسي، بعد الشهيد رامي حسنين، ومن الشهيد وائل كمال اللي كان هدفه ياخد بطار الشهيد أحمد المنسي. كمان احنا تعمدنا زي ما قدمنا الشهداء اللي سقطوا في الحرب ضد الإرهاب، ما ننساش كمان الشهداء اللي دفع حياتهم في حرب مصر ضد الإجرام والمخدرات، وكانت قصص استشهادهم مليانة بالعبر والبطولات. آخر ملاحظة، هي حالة الفخر اللي كل قرية أو شارع أو مدينة بيكون فيها لما يقترن اسمها بشهيد من الشهداء. لاحظنا ان في جنازاته جنازات الشهداء كانت الزغاريد، كان احنا في فرح بيزفوا شهيد للجنة زي ما الدولة بتقدره. وده اللي شفناه في أسماء المدارس، الشوارع، المرافق، الميادين، الكباري، القاعات اللي تم إطلاق أسماء الشهداء عليه عشان الناس تفضل فاكرينهم وفاكرين تضحياتهم. ده الهدف اللي احنا كمان من أجله قدمنا موسمين من برنامج الأسطورة اللي أتمنى نكون قدمنا فيه شيء له قيمة. كل عام وأنتم بخير. اللهم اسكن شهداءنا الجنة مع الصديقين والأبرار والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. اللهم صبر أهلهم ومحبيهم على فقدانهم. اللهم أمين. وكل عام وأنتم بخير.